زينب المالكي. عسلامتكم، مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وين ما كنتوا. شكرا لكم ديما الاختيار اي اف ام لاستماعكم لينا وجودكم معنا يوميا من الماضي ساعه ونص حتى الماضي ساعتين. حلقه جديده، حلقه نهار الخميس 10 فيفري 2022 من مع الناس. انتم تسمعوا في مع الناس مع زينب المالكي. احنا نبداو من صفاقس وين يتم حاليا تنفيذ عقله على احدى المساحات بالمنطقه هذية، وسط حاله فزعه كبيره من المرضى وعائلاتهم لا ياثر هذا ويدهور الحاله الصحيه نتاعهم. اكثر تفاصيل ناخذوها بعد شويه مباشره من صفاقس. بعد نهزوكم المدنين وين تم البارح انتشال جثة فتاة تحت في بير في مدينة بوغرارة، ربي يرحمها وينعمها. تفاصيل الحكاية تاخذوها اليوم في مع الناس. نقعدوا في مشكلة الأبار المهجورة المرة هذية من بن عروس، وين نجحت قوات الحماية المدنية في إنقاذ التلميذة ملكة الحسناوي اللي تحت في بير وهي تحاول تهرب من شخص مختل عقليا. الحكاية هذية كما قلت صارت في بن عروس، فيها رواية كاملة تسمعها في الجزء الثاني من الحلقة. من جندوبة نحكيه على مواطن يقول أن أمه يتم اختطافها بطريقة غريبة والأسباب مجهولة. هذه الحاجة اللي باش نكملوا بها حلقتنا اليوم، خليكم معنا في مع الناس. مع الناس في نشرة أخبار المواطنين، أنت الصحافي، اطلبونا على 58 550 707. كما قلت احنا باش نبداو من صفاقس وين يتم حاليا تنفيذ عقله على واحده من المساحات في المنطقه وسط حاله خوف كبيره من المرضى والعائلات نتاعهم. شهود عيان ياكدوا وجود خطر على المرضى المقيمين وعلى حياتهم وعلى حالتهم الصحيه. دون اطاله ناخذوا معاكم مباشره هاجر دريس على عين المكان. مرحبا بك يا هاجر. عسلامه. شكرا ديما يا سي ام صديقه باش توصل صوت المواطن حسين. ما نعرفش شنو نقول خاطر انا بابا في الكلينيك ما بين لطف عليه لطف عليه. وجيت الصبيحنا القلبي بين مسكرين معناها نتاع الفساد. قالوا لي دور من تيلي ثم عيا توسيح وحاله فزع كبيره. الامن يعطيه الصحه يحاول باش يلقى حل. ثم عاد المنفذ معناها تنفيذ قضائي جاي باش يعمل عقله وقاعدين تو يخربوا في البيروات وكل. هاجر احنا بالطبيعه احنا تو مش نقول اسم المصحه وكل شيء وذي امور قانونيه تو تاخذ مجرى، لكن اللي يهمنا احنا مصلحه المرضى اللي راقدين اليوم في الكلينيك هذا. انا كي طلعت لفوق نلقى سيرفيس كوفيد اللي فيه بابا فيها واحده بركه اللي هي معناها يعطيها الصحه اللي هي بيه قاعده تبكي، وانا قاعده واقفه بحذا بابا بعيد هكايا. يحلوا في لي بلاكار ويحطوا في لي زورديناتور. يا اخي بابا عمل لك ايه معناها زعما يسخاك شي زوز ودبش ولا قلت له شفا ما قالت لي ما نعرفش حاسين. ومن بعد نلقى في داخلين زوج مرضى نحيوا في التلافز حاسين سيتياسيون معناها عمري مريضه في البلاد هذه عمري 50 سنة عمري مريضه الحقيقه. ما نعرفش لما مرات تحب تحرق روحها زيد على مصلحه الامن شادينها وحبسها باش معناها اذا انا نفهم اللي وقت اللي باش يتم تنفيذ قرار قانوني وكل شيء هذا مفهوم وكل شيء فما سلطه تنفيذيه لازم جم... لحظه يا هجر ما هو هذا هو هني جايتك انا، لكن لازم ديما فما مراعاه للمصلحه العليا نتاع المرضى هذوما اللي هما تحت مسؤوليه الناس الكل. كان باش ينقلوهم لبقاع اخرى ولا كان باش يمشيوا لمساحات اخرى ولا غيره، فما طريقه انها تصير العقله. هذا ماهوش محل نتاع ما نعرفش شنو، انا فيه سلعه وكهو فيه ارواح بشريه وفيه ناس وفيه مرضى تاخذ في الدوايات نتاعها، لكن فما طريقه معناتها لتنفيذ العقله. هذا اللي حبيت نقوله، هذا قاعد يحترم والا لا؟ ليه معناها تنفيذ معناها هم يخرجوا تو قدامي معناها مانيش وقت تعرف المصداقيه نتاعي. نعرف يا هاجر نعرف. بابا باش يعمل سكانير ما فماش معناها ما نعرفش معناها تهزوا حتى الالات اللي هي بليزون ديريكت مع المرضى معناها مش كان دي زورديناتور. المريض رجعوه فهمت. حاجه اخرى زيد راهو البيرسونيل معناها حاله فزع كبيره معناها الكل هبط اللوطه. ما نعرفش سيتياسيون ياسر خايبه. اللي متضرر معناها اللي هي شنو هي يحكيها براما فما ديون معناها اللي نفذ العقله اللي هو متاع متعاركين لا جاي اللي نفذ لا نجم يلقى حل معناها خلى هكاك البلاد بلاه. ما سيتياسيون ياسر خايبه. حاولت نتصل بوزاره الصحه الحقيقه ثم تجاوب كلموني باش قالوا لك وزاره الصحه يا هاج كلموني باش يسالوا على الموضوع. كلموني معناها شيء وصلت وانا نحب هذه راي قضيه راي عام قبل ربي يشفيه بابا ويربي امين ربي يشفي جميع المؤمنين يا هاج. انا نقول لك راهو كي ترى كيفاش نسيت تبكي معناها نتصور الخوف نتصور خبزه نتاع عبيد فانت نخلعوها نسمع في الخلعان معناها انا ما نعرف معناها كامل. شكون اللي قاعد يخلع يا هاجر معناتها الناس اللي يعملوا في العقله؟ في البيبان في هجموا في ليزينيتي سونترال في
فوق قدامي معناها فحكا دخلوا فارماسي يزمني نطلع نشوف بابا ما نعرفش نهزوا من اول مرضى لاخرين. يهجر الاداره نتاع المصحه هذه وين ايش قاعده تقول ولا حتى حد ما قاعد يتكلم؟ الاداره قلت لك المعني بالامر اللي مجيش. هو موش هوني معناها اللي هو تنفذ عليه العقله. والامن حاول باش تحبش نعدي لك شكون يتكلم في بلاصتي. مرحبا يا هاجر اللي تحب، المهم التصويره توصل كامله باش نحاولوا نفهم. مرحبا بك يا لالا. عسلامة مدام، عسلامة. شكرا لك اللي انت موجوده معنا. كل عاده نخدموا كل عاده. انت تخدم في المصحه هذه يا مدام؟ اي انا نخدم في المصحه هذه. اي دخلتوا تخدموا كل عاده، شنو صار بعد؟ نخدموا كل عاده 7 نتاع الصباح. ما رانا الا جيت هذه العدله وجيت قوه عامه البوليكلينيك بالبوليس حاصيلوا وضع ما نحكي لكش. دخلوا ترجيناهم وبكينا وعملنا اللي تخيلوا انت في مخك وهبطوا لي بارو معانا. المرضى داخلين يتفرجوا، مرأة باش تولد رجعت تجري، راجل باش يعمل سكانير رجع يجري، وعبيد ولات تهرب في مرضتها. واحنا قاعدين هوني نترجاو فيها نترجاو فيها، الا انها تعندت وجابت معاها ديجا جابت معاها انسان ما هوش ممثل اصلا قانوني اللي هو الاكسبير كونتابل هذا اللي قاعد يخدم معاها وشنو اللي صالح هذا الرياض التونسي. معناها وخرجناه باش تصير حاله احتقان كبيره، خاطر احنا بالتاريخ نعرفوه اللي هو معناها كان عنده دور كبير في باهي. مادام انا عندي سؤال مره اخرى انا. أيوة. هذايا الكل والتنفيذ والعقل وكل شيء. أيوة. هذايا مساله قانونيه. أيوة. معقده وكل شيء، معناتها نورمالمون فما كما قلت مراعاه للكاركتير سبيسيفيك نتاع البلاصه اللي هو مصحه وفيها مرضى. مادام عندي سؤال بركه، هل انتم عندكم علم كناس تخدم فيها المصحه هذايا كان جاء تنبيه مثلا لاحاله المرضى لمكان اخر لمصحه اخرى لمستشفى اخرى لاعلام عائلات المرضى انه راهو باش تتم العقله هذايا؟ هل تم الاشاره لهذا والا لا؟ لا لا ما اعلموا حتى حد. كان الجايين نتاعهم كانت بصفه فجئيه قعدت ما نعرفش شكون اللي يعرفها هي شخصيا والا يعرف اعطانا قال راهي فما هي البرة قعدت تستنى في الامن البرة ودخلت وهم تسمى عملوا معانا با كبيره ودخلت الكاتب عام تاع النقابه الجنوبيه تفاقس دخلوا قدامنا تكلم قال لها بصفه انسانيه فما مرضى حاولت تاخذ كل الحوايج بيها فيك الا انها ماشيه تحب تدخل السكانات تحب تدخل معناتها زاده تحب تحط يدها على الالات اللي عندهم علاقه بالمرضى زاده مش كان البيغوتيكا كهو. ايه وتحب تدخل الشنابر نتاع المرضى تحب تاخذ التلافز وقعدنا في الدروج منعناها وكان ومراه تحب تحرق روحها ام ثلاثه صغار وراجلها متوفي وعائلات كلها واقفه اليوم 150 خدام غدا باش تصبح وبخلاف السمعه وبخلاف كل شيء واحنا قاعدين الناس الكل قاعدين لبرا ولولا هكا شويه وعي منا وشويه معناها وعي زاده من الاولاد الامن وكل اللي كانوا بصراحه معناها نشكروهم بصفه خاصه جدا اللي حاولوا معناها كيفاش يسيطروا على الوضع حاولوا كيفاش يدخلوا بطريقه بالحسنى حاولوا كيفاش يوجهونا بشوي بشوي هكا بصفه ونساء بالحق راني كان نحكي لك الوضع كيفاش راهم الاولاد شادين يصدوا فينا وبعد ولاو يبكيوا نساء ورجال نساء ورجال وقت شافوا المرضى كيفاش مراه مريضه تقول لهم امانكم امانكم راني بالعمليه وهي كانت غايبه عليها اي طار من الانسانيه يا مدام يهديك يا مدام كلموا يا مدام ماشي حلول اخرى. هذا هو لالا احنا حابين ناخذ الشهاده نتاعكم اليوم على خاطر صوتكم يوصل لوزاره الصحه اللي كل المساحات يرجعوا لها زاده بالنظر حتى لو كان مساحات خاصه. اليوم فما مره اخرى مصلحه عليا للمرضى المقيمين، يتنفذ قانون الناس مش مخلصه هذا الكل احنا ما يعنيناش، يمشي في تحقيق وقدام محاكم، لكن هالمرضى هذوما شنو الذنب نتاعهم يؤخذوا بما لا ذنب لهم فيه؟ معناتها انه يلقى روحه عبد بالغرز قايم خارج في الظروف هذيك، ولا عبد يولد، ولا عبد راقد في مصحه بالكوفيد ولا غيره من الامراض. ربي يشفي الجميع طبعا. تنجموا تتصوروا الحالات نتاع المرضى هذوما والحالات نتاع العائلات نتاعهم. وزاد الناس اللي تخدم في المصحه هذه تقول لك احنا ما كانش في بالنا بالكل انه فما وضعيه كيف من هذه تصير، كيفاش ما يصيرش اشعار زاده بالامور هذه باش كل واحد ياخذ القرار المناسب نتاعه. العائله تنجم تنقل المريض نتاعها
بلاصة أخرى وإلا ما يجيوش للمساحة هذيك. هذا اليوم اللخبطة الكبيرة اللي صايرة في المساحة وحالة الرعب اللي موجودة فيها في ولاية صفاقس. تحبوا تاخذوا أكثر تفاصيل زادة مرحبا بكم على 58 550 707. الكلام طبعا موجه لوزارة الصحة اللي قالت لنا هاجر اللي خذوا علم بالموضوع اليوم، وأكيد باش نراو تدخل في الحكاية هذه مرة أخرى لمصلحة المرض. شكرا لكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا وين ما كنتوا، واحنا من ولاية صفاقس باش نمشيو مباشرة لولاية مدنين. مع الناس من مدنين، البارح يتم انتشال جثة فتاة تحت في بير في مدينة بغرارة، ربي يرحمها وينعمها. البنية هذه وحسب المعلومات المتوفرة من وحدات الحماية المدنية عمرها 25 عام، طاحت في بير جاف خالي من المياه قريب لدارهم، يمكن مش بعيد برشا، العمق متاعه تقريبا 20 متر. ومن غادي بدأت أبحاث بالطبيعة لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادث، جريمة قتل، فما دفع، انتحار، حادث عرضي، شنو الأسباب. تراو الفيديو اللي موجودة معنا تاو متاع تدخل القوات تاع الحماية المدنية على الباش فيسبوك غاديو يفام على إيفام تيفي. معنا رمزي يهويدي باش يحكي لنا أكثر على الموضوع والتفاصيل متاعو. رمزي مرحبا بك. مرحبا. شكرا لك يا رمزي اللي انت موجود معنا. حادثة أليمة تروح ضحيتها فتاة في مقتبل العمر عمرها 25 عام، ربي يرحمها وينعمها. اليوم شو المعلومات اللي عندكم خاطر نعرف اللي فما التحقيق تفتح في الغرض؟ للأسف اليوم وثيقة على حادثة أخرى جديدة بعد حدث الريان اللي موجود في شفشاون في المغرب، اللي حادثة أليمة اللي تضبط للعالم كل اليوم للأسف، ربي يرحمه على حادثة جديدة للأسف لطفلة في كبر العمر. حبيت أصحح معلومة اللي هي 22 سنة 22 عام مش 25 به 22 عام. شكرا لك اللي صلحت لنا. حسب العميد عاطف أخويج المدير الجهوي للحماية المدنية بمدنين، الحادثة صارت في مدينة بغرارة تبعد على 27 كيلومتر على مدينة مدنين. تم الإعلام الحادثة هذه على الساعة 1:30. تم توجيه زوز فرقة الغرق للمدينة بغرارة. ساعتين تم الإخراج الجثة، للأسف تم تسليها الحرس الوطني وهي في حالة يرتب ربي يرحمها وينعمها. ربي يرحمها وربي يصبر أهل الحون يرحمهم، للأسف ما نجمش نحصل عليهم. آخر ما نجم نحصل عليه هو أنه البنية هذه ما زالت الأمور غامضة، ما زالت الأمور في إطار المجهول. الحقيقة ما لاش مثبتين في شنو صار. تسخرت عناصر مختصة في الغرض، تولت خراج الفقيدة. هو العائلة متاعها هي اللي فقت بها يا رمزي، معناتها خاطر قالوا لي البير مش بعيد برشا على دارهم، مش بعيد برشا على دارهم، فقت بها العائلة بالأثار، فقت بها العائلة، ربي يصبر فقدانها العائلة. دونك ديريكت مو للأسف يعني ولت وكأن القدر اليوم يعطينا زوج دروس. رمزي سامحني قاعد مش نسمع فيك مليح، كان تسمعنا مباشرة من التليفون، لا بكيت لا بحتى شيء، باش نجم صوتك يبدا واضح. رمزي كنت تسمع فيا؟ نصور هكا في بالي خير. ممتاز جميل، قل. للأسف كما حكيت لك اليوم العالم في قدر يعني اليوم زاد البنية هذه، وبالله حبيت ان من وصوت الاهالي كل صوت من شمال البلاد الجنوبها اليوم، بالله اللي عنده اي مكان او بئر او مكان فيه يعني كسوة يعني ماجل او بئر يحاول يفقدوا. اليوم للاسف زوز ارواح في المغرب والاسبوع هذا في مدنين في تونس، يا ريت الناس الكل تاخذ حذرها لانه للاسف ها شفنا اليوم فقدنا البنية هذه أمس ريان، الله أعلم يوم في ربي يلطف بالجميع يا رمز، ربي يلطف بالجميع وربي يرحمه يا رب. أمين يا رب، أمين يا رب. اليوم ولاية مدنين تقوم على الفاجعة هذه، بنية في مقتبل العمر عمرها 22 عام يلقاو الجثة متاحة في بئر، حتى حد ما زال ما يعرف أسباب الوفاة شنو الأسباب متاحة. بطبيعة فما تحقيق تفتح في الغرض، وقاعدة تبشر فيه القوات الأمنية باش يحدوا كيفاه صارت الحكاية هذه الكل. البنية كيف ما قلنا عمرها 22 عام، والنداء اليوم من عند رمزي كما هو يقول برشا ناس عندهم أبار ولا عندهم ماجل ولا عندهم النقاط هذه متاع المال اللي هي نسيسير للفلاحة وغيره، لكن مهم أنه يتم الحماية متاحها، أنه يتم تبدأ واضحة للعيان باش حتى حد ما يغلط فيها وإلا غيره يعرفوها بأرجافة ولا لا.
مهم جدا انه زاد نعملوا الحمايه نتاع النقاط هذيا الابار وغيره، والتوعيه مهمه، والامكانيات زاد مهمه للفلاحين، خاطر الحقيقه حاجه تاسف برشا، ربي يرحمها وينعمها ويصبر عائلتها على الفقدان نتاعها. خليكم معنا باش نكملوا مع حكايه الابار المهجوره مره اخرى في الجزء الثاني من البرنامج، والحمد لله تمت عملية إنقاذ البنية هذية، بنية صغيرة كانت تحاول تهرب من شخص مختل عقليا، تلقى روحها في وسط البير. حكاية ملكة تسمعوها بعد شوية في مع الناس. حافي اطلبونا على 58 550 707. مع الناس البرنامج اللي ياخذ الاخبار من عندكم انتوما، توصلوها انتوما وتقدموا شهاداتكم هنا يوميا من ماضي ساعه ونص الماضي ساعتين، تكونوا انتوما صانعي الاخبار وزاد جزء من التغيير اليومي. هذا اللي نحبوه ونتمناوه، اخباركم توصلنا من كل بقعه في تونس وكل بقعه زاد في العالم. تكلمونا، تبعثوا الوثائق نتاعكم على الرقم هذا 58 550 707 على واتساب، وتكونوا موجودين انتوما مراسلين مواطنين. احنا باش نكملوا البرنامج نتاعنا مع مشكله الابار المهجوره مره اخرى، والمرة هذية من بن عروس، وين تنجح قوات الحماية المدنية في إنقاذ التلميذة ملكة الحسناوي اللي طاحت في بير. في البير هذية طاحت فيه وهي تحاول تهرب من شخص مختل عقليا، تلقى روحها أكسيدنتالمون تطيح في البير. على كل هذه المعلومات الأولية اللي موجودة، عملية الإنقاذ متاع البنية ملكة تدوم ساعتين وسط مخاوف متاع الناس الكل، وسط الحيرة متاع الناس الكل، بحضور والي الجهة اللي تنقل زاد على عين المكان، وتم نقل ملكة إلى مستشفى شارل نيكول وين ثبت إصابتها بكسور تستوجب تدخل يتكلف 8500 دينار. معناها بنية مسكينة، ربي يشفيها ويعافيها ويقومها، لاباس لعائلتها. معنا خلتها مباشرة باش تعطينا أكثر تفاصيل، معنا سوسن. سوسن مرحبا بك. عايشك مدام، مرحبا. أول حاجة اللطف على ملكة، والحمد لله على اللطف، وإن شاء الله تقوم لباس وترجع لكم في أقرب وقت. عايشك مدام. سوسن احكي لي شنو اللي صار، ولا على الأقل شنو اللي تعرفوه؟ والله نهار خليف كانت القراية، معناها خرجت مروحة راجعة. هو هي قداش عمرها سامحني ملكة؟ 17 سنة. 17 نعم. مروحة مع أصحابها، خليو في الطريق تودا نكون خرج لهم معناها سين مختل عقليا. ربي يشفيه. خافوا منه وهربوا. ملكة كي هربت معناها ما هربتش مع اصحابها، وخرت لساني خاطر جا هو مقابلها معناها ديريكتومون. في الطريق هذيك فما بير عميقة مش باينة آثار البئر. معناتها البير كما قاعدين نراو في الـ في الـ في الفيديو، معناتها بريسك هي والقاعة كيف كيف، معناتها ماهيش طالعة ولا حاجة. كيف كيف ديجا فما أعشاب طفيلية ما تظهرش اللي هي بير. طاحت ملكة التالي معناها مش قدام، والحمد لله معناها باقي الكل هاكم تفرجتوا فيه تعرفوه، إن شاء الله لاباس وكاع. ان شاء الله لباس، وان شاء الله هذاك حد الباس كيف ما يقولوا، باللطف عليها مره اخرى. قوات الحمايه المدنيه اللي انا زاده نسلم عليهم برشا ونحييهم برشا، على خاطر حييهم برشا. اكيد اكيد نعرف شنو معناتها انك تخدم في الحمايه المدنيه وتلقي روحك انت للخطر باش تقدم وتنقذ الناس وتكون موجود مع الناس في كل مره، فتحيه لقوات الحمايه المدنيه التونسيه. اليوم ملكه قعدت ساعتين في البير سوسن، هكا ولا؟ قعدت مدة ساعتين تكلم معاكم وهي في البير، كانت واعية، ما كانتش غايبة عن الوعي، ومعها زملائها معناها دوبا ما سقطت في البير، معناتها هما اللي خبروا قعدوا معاها. قعد 10 دقائق تحكي عادي. بعد معناها مازالت الضربة سخونة، بعد معناها كي سقطت الوعي ما عادش تحكي معاهم، مع الاتصال بالحماية، مع وصولهم واستخراجهم معناها عملية استخراجها. دونك الحكاية الكل شادت ساعتين من زمان. زاد تحية لزملائها اللي كانوا موجودين واللي كلموا ديريكتومون الحماية المدنية، وزاد طبعا واللي زاد خليوها فايقه، خاطر مهم انه وقت اللي يبدا حد ضحيه حادث انه يقعد واعي، معناتها يقعد يكلموا فيه ويقعد واعي، حاجه ديما تساعد على عمليه الانقاذ، وحاجه مهمه برشا، وان شاء الله الناس الكل يبدا عندهم فكره على سكور لولانين اللي نجموا يعملوهم في الحالات هذه، وربي لا يعودهم على حتى حد لا محال. باهي ملكه، شنو حالتها اليوم؟ شنو تنجم تقول لنا؟ ان شاء الله تقوم لباس. والله حالتها هي صار عندها كسور في الحوض في البطن، في الظهر عندها فيح مكسره. تقليد طبي معناها ماما ما حاضر. مشكورين الطلاب قاعدين يتحركوا معنا، اما مازالت ما صارتش العمليه، ومازال ما وقعش شراء معناها. علاش مازال ما تشريش؟ والله فما هو مش يشري معناها على السولات معناها، مازال فما اجراءات معناها، ماما ما ان شاء الله غدوه ولا بعد غدوه. غدوه ولا بعد غدوه. الشراء.
يقع شراء المسلم فيه، يقع معناها العملية إن شاء الله تتم بنجاح إن شاء الله. مرة أخرى باللطف عليها يا سوسن، شكرا لك اللي أنت كنت موجودة معانا، إن شاء الله تقوم لكم في أقرب وقت لباس تكون سالمة غانمة إن شاء الله. هذه ملكة ضحية أخرى من ضحية الأبار، فما برشا دي كومنتير نقرأ فيهم من عندكم أنتم، ما تقولوا شنو حكاية الأبار. راهي الحكاية زادة موجودة مش من قبل مش من توا، لكن زادة فما برشا تهميش توا للأبار، فما أبار شاحت من الماء دونك ماليها ما عادش لاهين بها، يخليوهم بعد ما يشيحوا من الماء يقعدوا كيك حفر مش ظاهرين كيما البير هذايا، كان ينجم يصير على أي إنسان مش ظاهر بالكل، اللي فما حاجة تحمي هالبير هذايا دونك متساوي بالأرض، طلعت عليه أعشاب طفيلية. وحال هذا البئر عديد الأبار في كامل أنحاء الجمهورية التونسية، مرة أخرى باللطف على الجميع، لكن لازم زادة نلقاو حل. هذوما زوز حوادث فرد نهار، نحكيو على بلادنا على تونس لهنا، نحكيو على بن عروس ومدنين يصيروا فيهم حوادث نتاع أبار. بنية تتوفى ربي يرحمها وينعمها، عمرها 22 عام وملكة ربي ينفخ في صورتها وإن شاء الله ربي يشفيها، عمرها 17 عام إن شاء الله ترجع لعائلتها في أقرب وقت. احنا نشكركم الكل على المتابعة متاعكم. ومن بن عروس يقولوا لي وين ماشيين توا، احنا ماشيين مباشرة الجندوبة، نحكيه على مواطن يقول أنه الوالدة متاعه يتم اختطاف، حكيته تسمعها تسويت مع الناس. به من جندوبة المواطن هذا يقول أنه أمه تم اختطافها بطريقة غريبة والأسباب مجهولة من طرف قريبة العائلة، هكا الشهادة تصلنا. المواطن هذا يقول أنه تم احتجاز والدته من نهار 26 ديسمبر لليوم، مع سرقة فلوسها وثائقها ومنع أولادها من معرفة مكانها أو زيارتها، كما يأكد تعرضها للضرب والتعنيف، وديما حسب الشهادة متاعه يقول الشيء اللي خليها تفقد الذاكرة. رواية الابن خميس صديري اللي معانا باش نعرف بقية التفاصيل من عنده. يا سي خميس مرحبا بك. وبيك عايش كوختي الكريمة، أنا مواطن معتمديت غار دماء. تشرف مرحبا بك. اسمي خميس صديري. والدتي بيا بنت محمد بن عمار باسم عين السنطوني غرايبي. باهي اللي بيا علاش شنو اللي خليك تقول اللي هي تم اختطافها يا سي خميس؟ اي تم اختطافها لأن هي كانت شايتني أنا ذافة. وباتت عند اختي في البقعه اللي اسمها الخلخليه، لكن هي باش تروح على اساس الدار نتاعها خطفتها بنت عمي. معناتها خطفتها قريبتكم، علاش تخطف فيها قريبتكم؟ لكن انا امي هذه ما عندهاش حتى صله ما بين هي وبنت سلسه، ما عندهاش حتى صله ما بيناتها. ديجا هي ما عندهاش حتى صله ما بيناتهم، لكن شنو اختي الكريمه هي هذه كلثوم هذه وعد يا 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 صديقي خميس، فما حاجات ما نجموش نقولوهم هكا احنا مباشره في الاذاعه وغيره. السيده هذه انت تقول ما عندهاش علاقه بينها وبين الوالده نتاعك، ما عندهم حتى علاقه ببعضهم، معناتها ما بيناتهمش نقولوا احنا ماشي وجاي وغيره. لا ما عندهم حتى علاقه ببعضهم، واضح. لكن هذه كلثوم هذه عرضت لها فكت مبلغ مالي قيمته 1430 دينار، فكته من عند الوالده نتاعك. اي ما عند الوالد بتاعي وبالشهاده اللي هي الطفله اختي، فهمتي ولا؟ بالشهاده يعني وقت فكت لها فلوس او حسبت الفلوس قدام الطفله اختي ما بيناتهم فكتهم من بعد وحلفت لها بكل مقرون، قالت لها تو غدر رجع حملك كي جيت باش غدر باش نمشي نزل عدي على امي في السبيتار وكل حاجه، ما حبش تعطيني لا فلوسها. معناتها بلي بخاطر سامحني سي خميس نحب نفهم معاك، معناتها تم الاعتداء على امك في دار اختك من قبل قريبتكم هذه بعد ما عدت قدامها فلوس فكتهم لها. اختك وين والناس وين في الدار؟ كيفاش تفك لها؟ ماش في الدار، ماش في الدار. مالا وين؟ في الشارع؟ في البلاد قدام امام بالقاسم الشارع. معناتها في الشارع في البلاد هي اللي تعرف اللي عندها المبلغ هذاك مشيت فكتهول. يعطيك الصحة، فكتهم لها واعتدت عليها بالعنف، نكرتها في ولادتها ونكرتها في خوتها. تصوري انت يا اختي الكريمه رجل خالتها توفى وما حبتش تخليها تمشي تزوره تعرف فيها الاجر. انا يا سي خميس الوالده نتاعك وين موجوده؟ وين معناتها بحذا شكون هي تو؟ تو الوالده ما فقدتها كلثوم، شدتها هي كلثوم هذه. معناتها هي في دار المراه هذه ومن غير اسامي بالله، كان فما حاجه راهي تتم قدام القضاء زاده. لا بعض المراه هذه معناها الوالده نتاعك قاعده بالسيف عليها. بالسيف عليها غصب عنها، مشدتها غصب عنها وغصب عنها. وانتم الكل ما نجمتوش تمشيو تروحوا بامكم معناتها من الدار هذه؟ ما نجمناش. علاش ما نجمتوش؟ شنو اللي منعكم؟ على خاطرش هي قلت لك المراه هذه قويه ياسر. قويه ياسر. باش قويه ياسر، هو قوي المولى ما باش قويه ياسر.
لا حتى وما دام انا قدامي ناقوي انا قلت لكم وصلت نهار 8 في الشهر اتصلت السيد رئيس الجمهوريه فهمت اتصلت بالقناه كله واتصلت بمركز اول اتصال اتصلت بمركز الامن ايش قالوا لك سيخ مايس كي انت كلمت المركز وشكيت وقلت لهم امي نحب نرجعها اي ايش قالوا لك في المركز قالوا لي على كيف هي قلت وانا نهز امي نعدي عليها على الانترنت بتبيع على كيف هي بالك هي تحب تقعد يا سيخ مايس لا 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 اختي كريم لا لا ماش قلت على كيف هي مش تحب تقعد هي من كثر الخوف والضرب نتاعها وكل حاجه نتاع كلثوم هذه ما اعتدي عليها خافت منها تقولها تتكلمي وبلا مشيش كي بولدك واش كي بنتك وتتكلمي نعمل لك وندني لك معناتها انت تقولي للوالده نتاعك محتجزه وعايشه تحت التهديد تو يعطيك الصحة عايشة تحت التهديد نتاعها وهي أصل تمشي تشكي بينها وكل ما حاجة الوعد وتقولها أشكي بولدك واعمل ودني 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 ما سامش لو نعمل لك فهمتي تو ولا تولي الوالدة اللي هي تخاف أنا ماذا بيا أمي نخرجها اليوم أقبل الغدوة واضح يا سيخ مايس به احنا عنا النمر التليفون نتاعك عنا المعطيات نتاعك الكل سيخ مايس يقول لنا مشيت تشكيت المركز يقولوا لي امك تقعد وين هي تحب وقال لنا نعرف اللي الوالده نتاعي قاعده في البلاصه هذية مش بكيفها قاعده تحت التهديد على خاطر ما فما حتى علاقه بينها وبين قريبتها هذه لكن بيناتهم مشي وجاي لغيره وتقول لي هي تهدد في هذه على كل الكلام نتاع سيخ مايس واكيد الابحاث نجم تظهر الصحه نتاع الاخبار هذية شكرا لك يا سيخ مايس اللي انت كنت معانا مباشره لهلا في مع ناس وشكرا لكم انتم اللي تبعتونا وين ما كنتوا بارك الله فيكم شكرا لفريق الاعداد الكل اسامه صافي يعطيك صحه كل عاده يوميا موجود ميرسي بوكو ساره في مساعده الاعداد شكرا لك امينوس في الاخراج والمرافقه اليوميه كل فريق الاخراج الرقمي ايهاب عبدو كل الفريق على تامين مع الناس وشكرا لكم انتم زاد على المتابعه كنت معاكم زينب مالكي خليكم مع بقيه برامجنا في لمانه